السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وحاد كسو دواتان برنامج كينا ترتان كا قرآن كا كريم كا بشا بركيسان اي رمضان كون أفر بغر أفرتن اي أفر او كو بيغن كو ذا أبريل لبدا كون لباتن اي سدح او كبحا يا تيفيغا سومالي كيبل ترتان كان وحا تابق لنايا شركة قلب كا دسما سيكو تاس او تاغن مركزتا ديرجلنتا iyo kor u qaadista kalaamka eebe daawadiyal tartankan waxaa looga talagalay in lagu dhirigeliyo ardayda da'dooda ka yar tahay 13 sano kuwaas oo ku tartamaya 15 juz ee hoose maanta oo ah maalin sabti ah oo ku beegan 10ka ramadaan waxaa inoo tartamayo ardayda kala ah Abbas Ali Dahir Abdulrahman Hassan Maalin iyo محمد إبراهيم آدم كواس أوكا كلا السعودة دوكسيدة كلا مدرسة جامع الخير إيو مدرسة نور الإسلام لنكا قدقة إيو غرصوركا وحا إنوفا ديو أستاذ محمد إبراهيم شريف دكتور منير إيو أستاذ آدم محمد شيدة إيو أنيقا أو معلن أحمد إبراهيم توكل هاتنا وحا نويرنا ترتمها وغوهوريو عباس علي داهر أوكا السعودة مدرسة جامع الخير تفضل عباس وقت نسيبك هذا صوب حسن ورغد هذا عباس وحاد أقري سا قولك إيبا عفوا أقري قولك إيبا السؤال الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مضلع الشمس وجدها تضلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالسيئة ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. أقرأ السؤال الثالث والأخير. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ووصينا الإنسان كعشا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ويا ماشي كسيبت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أنا وحن ويرينا أرضي حيقة عبد الرحمن حسن معلن وكسع هذا مدرسته جامع الخير سوده عبد الرحمن. واحد أغرس قولك أبا سؤال شكوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها
وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، فمن اهتدى فلنفسه وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فلنفسه ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم وقل إنما يضل وأن أتلو كسعش وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فلنفسه ومن فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله الذي سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. قل الحمد لله كسوع الاستجاء يا ترتيب استجاء في عنتها ما شاء الله ترتيب. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يعلمون نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم نذبح أبناءهم ونستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم نذبح أبناءهم ونستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. حسبك. السؤال الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت. عبد الرحمن سورة الشوراء فلذلك فادع واستقم كما أمرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت وقل آمنت بما فلذلك ترتيب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم ولهم عذاب شديد والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب استعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الله ويعلمون أنه الحق استعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز حسن بارك الله فيك اقرأ السؤال الثاني والسؤال الثالث عفوا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وثلثه وضائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بارك الله فيك ما شاء الله لنا وحاويرنا أرضيك لغو مقعاوة محمد إبراهيم آدم وقصة عظم مدرسة النور الإسلام
سؤاش كواد أغري قول كأب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون سورة الفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهاد كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا اقرأ السؤال الثاني والذي جاء بالصدق وصدق به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذو انتقام أليس الله بعزيز ذو انتقام
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم اقرأ السؤال الثالث الله لا إله إلا هو وعلى الله سورة التقابل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم داود يال وحان سيو قارني قبل قبل يقولان اتكا برنامج كينا هاتنا وحان إعلامنا أرديدا إن شاء الله بريء أو أحد أو كوبيغان كو يتوانك رمضان أرديدا نوبة لنسان أيا ربنا إنا مقعدة هركان كسو جيدنو كواس أوكالا عبد الرحمن محمد أبشر أسامة إبراهيم محمد حسين حسن نور iyo ardayga u dambeeyay oo ah yahiye ciise shidane oo ka kala socda madarista kala ah madrasatu hilal iyo madrasatu nurayn assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta